اعتقلت الشرطة الفرنسية 89 متظاهرا من محتجي السترات الصفراء في عدد من المدن. وفي مونبلي حاول نحو 2000 متظاهر التجمع حسب أرقام الشرطة، و5000 بحسب المنظمين، واندلعت حوادث تصادم في وسط المدينة، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وغطى دخان كثيف شارعا تجاريا في المدينة، فيما أحرقت سيارة للشرطة التي تحدثت عن اعتقال 7 متظاهرين دون سقوط جرحى.